بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا محي الزوار يا أبو علي ما خاب من تمسك بكم أمنا يا من لجأ والتجا إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم هذا لسان الإمام الحجة سلام الله عليه يعني كأنه يتكلم عن نفسه والقصيدة للسيد حيدر الحلي رحمة الله عليه لم أقف حيث جيش الموت يزدحم فلا مشت بي في طرق العلاه قدموا لابد ان اتداوى بالقنا فلقد صبرت حتى فؤادي كله ألم لا أرضعت للعلا ابنا صفو درتها إن هكذا ظل رمحي وهو من فطم عندي من العزم سر لا أبوح به حتى تبوح به الهندية يعني السيوف الخذم مالي وسالم قوما عندهم ترتي يعني ثاراتي لا سالمتني يد الايام ان سلموا من حامل لولي الامر مالكة يعني رسالة تطوى على نفثات ملؤها ضرموا يا ابن الأولى يقعدون الموت إن نهضت لهم لدى الروع في وجه الظبل همم ما خلت تقعد حتى تستثار لهم وانت انت وهم فيما جنوا هم فلا وصفحك ان القوم ما صفحوا ولا وحلمك ان القوم ما حلموا فحمل امك قدما اسقطوا حنقا الله اكبر وطفل جدك في سهم الردى فطام علامه على مراع الثار ما يظهر <applause> علامة علامة وينشر لليتانونة علامة علامة نسب متون عماته علامة علامة من صياط زجر وجه مية اي والله من صياط زجر وجه يا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا احنا البارحة ما فسرنا الآية بشكل منظم مرينا عليها شديد مرور الكرام بس الليلة نحاول نفسر الآية بشكل موضوعي إن للمتقين مفازا مفازا يعني النيل بالهدف نيل المراد الظفر بالمراد مفازة يا من الفوز عندما الإنسان يظفر بمراده يحصل على مراده يسمونه فاز يعني الوصول للهدف إن للمتقين مفازا يعني قد وصلوا إلى أهدافهم حققوا أهدافهم واضح يا هذا معنات مفازة أكو معنى آخر لمفازة يعني نجاة إن للمتقين مفازة يعني إن للمتقين نجاة الله ينجيهم في تفسير الإمام الصادق سلام الله عليه طبعا التقوى لها آثار كثيرة تقريبا 14 أثر أحاول أغطي بعضهم في تفسير هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا طبيعة الإنسان في هذه الدنيا يعيش مشاكل يعيش أزمات ف والدنيا ترى دار كما يقول الإمام عليه الله عليه يقول دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة فتيك المصائب والأزمات من كل حدب وصوب فما هو المخرج من هذه الأزمات الله يقول اللي يتقيني انا اسوي له مخرج الامام الصادق سلام الله عليه فسر الايه هاي ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال يجعل له مخرجا من كربات الدنيا حلو شقد احنا مكروبين دائما احنا على المنبر دائما يقول شيخنا اسالك الدعاء شنو القضيه يقول والله عندنا مشكله عندنا كربه عندنا هم غيم واضح واحنا دائما اللهم فرج كرباتنا اكشف همومنا فرج همومنا ما نقول الله يقول اذا إن انت تتقي اسوي لك انا مخرجا من كل مشاكلك وهذا حقيقه التقوى هي شنو التقوى هي شنو سئل الامام الصادق سلام الله عليه ما التقوى يا ابن رسول الله فقال ان لا يراك الله حيثما نهاك وان لا يفقدك حيثما امرك يعني الله وين ناهيك نواهي الله شنو اجتنبها اوامر الله طبقها بس هذا يعني اتيان الواجبات ترك المحرمات انت تشوف اكثر مشاكل البشر جايه من شنو من عدم اتيان الواجبات مشاكل البشر جايه من اتيان المحرمات صحيح لا مو صحيح يعني الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن الخمر فاذا واحد يشرب خمر شقد يعيش مشاكل مشاكل صحيه مشاكل ماليه مشاكل اجتماعيه الا يشرب خمر يعرض نفسه الى الخطر هم نفسه هم الاخرين هل قد عندنا حوادث بالشوارع الموجوده نتيجه ان الانسان سكران صحيح لا مو صحيح يعني عرض اموال الناس للتلف عرض ارواح الناس للتلف عرض نفسه للتلف هاي مو مشاكل هو كافي ده الشارع العام يمشي والا سيد سيد كامل ناس صف سيارات على بعضها، ليش؟ في حادث قدام انت معطل كم واحد الحين؟ الف واحد معطلنا، هذا يعيش الهواء الهواء حار، كذا حار، متأزم، متملل، شنو صاير؟ ليش ما يتحرك السيد؟ اكو عندك هناك حادث. هذا ما راح للعمل، وقت الدائره تاخر عليه، عنده مشكله، عنده مريض يبي يودي، قد سوى ازمات هذا الحادث؟ شنو سببه؟ الرجال سكران. عدله. فمشاكل كثيره على اثر شنو؟ واحد يشرب خمر. زي الله يقول انت ابتعد عن الخمر، اخلصك من المشاكل، عدله. ومن يتق الله يجعل له مخرجة فكثير من المشاكل هي سبب اتيان المحرمات. عندنا في الرواية من يشرب الخمر ممكن يزني ويقتل ويسرق رواية موجودة وأنا شايف أسامع كثير من البيوتات واحد عنده بنات في البيت ممكن يتعرضون دول البنات للهتك وللاعتداء من قبل أبوهم بسبب سكرانهم لأن اللي يسكر خلاص يلغي عقله يزال عقله فش قد يسبب لنا مشاكل محرم واحد الانسان لو يجتنب عنه ايش قد يرتاح وتعال وراك سجون وراك ضرائب ماليه يعني مشاكل كثيره ليش الواحد لم يتق الله واحد خليه يتق الله شوف الله يسوي له مخرج ولا الامام الصادق يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا من كربات الدنيا واحد يذبوه بالنار مولانا النار شنو طبيعتها الاحراق عدله النار تحرق انت شفت نار ما تحرق في الاعم الاغلب القانون العام للنار ان يحرق الله يقول اذا انت ارتبط بارتباط وثيق انا حتى اخلصك من النار المحرق نار ابراهيم الخليل ما ذبوه بالنار صحيح لو مو صحيح ذبوا بالنار سووا له منجنيق ذبوا بالنار النار لازم تحرق ابراهيم الخليل حسب القاعده بس الله يتدخل يقول اذا انت صرت وياي ها انا اخلصك من النار اسلب الاحراق والحراره من النار اقول يا نار كوني بردا وسلاما الله يتدخل ليش لان ابراهيم مع الله مرتبط بالله مطبق الواجبات تارك المحرمات يا لي جبرائيل قال لي امام الحاجه قال لي اليك لا يا لي ملك المطار امام الحاجه قال لي اطفي النا قال لي لك قال يو... لما قالوا لي ليش قال علمه بحالي يغني عن سؤالي تمام يا موتى الله يقدر يخلصك من اعظم الازمات انت تصير ويا الله شوف الله ايش الله شو يقول؟ يقول اذكروني اذكركم عدل لا مو عدل؟ اكو واحد دخل سجن انفرادي وشلون سجين؟ لا حول ولا قوة الا بالله دخل وين؟ في بطن الحوت يونس ان يونس كان من المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، السفينه صارت ثقيله بافرادها فلازم واحد يذبوه بالبحر فسووا قرعه فيما بيناتهم فساهم يعني دخل في القرعه اشترك بالاسهم فكان من المدحضين، صار السهم ماله انه هو يفلتوه بالبحر هو يذبوه ها فالتقمه الحوت وهو مليم ذبوه بالبحر ما راح للبحر لا راح في بطن الحوت فالتقمه الحوت وهو مليم مليم يعني كان يلوم نفسه إيه لأنه خرج من قومة من دون إذن الله عز وجل وذنون إذ ذهب مغاضبا كان غاضب على قومه كان يدعوهم إلى عبادة الله ما أدري ثلاثمائة سنة في بعض الروايات أو سبعمائة سنة الجماعة ما يعبدون الله يعبدون خرافات وظلمات وجهل وقيم بالية عدل لا تملل منهم فخرج غاضبا عليهم بس من دون أن يستأذن الله عز وجل يقولون ترك الأولاد وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات كم ظلمة ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل فالتقمه الحوت وهو مليم شي طلعه هذا من بطن الحوت من اللي يقدر يطلعه انت لو تجند لك الان اكبر مخابرات في العالم وناس يعني متخصصين في كشف الجرائم والبحث والحوادث ولا ما يقدرون يطلعونه من بطن الحوت مستحيل اولا لازم شيء يكون الحوتات كلهم عدل لا هو مو حوت ولا اثنين في البحر أه؟ الاف الحوتات انت وين تلحق ها هذا واحد <applause> بعدين اي بحر هو بحار وايد عدل لا البحر الابيض الاحمر بحور وايد عدل ولا مين مستحيل تطلعه وانت من قال لك الحوت بيسمح لك ان تدخل انت داخله عدل إن ولا تتقرب تتقرب للحوت ينهشك الحوت روح ملح عدل اي ما حد يقدر يطلعه بس من اللي طلعه الله الله يقدر يطلعه تصير انت يا الله زين هو صار زين يا الله شو كان يقول في البطن بطن الحوت وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له شنو ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كان يقول لا اله الا انت فالواحد خليه يصير ويا الله شو تصير يا الله انت غير تلتزم منهج الله عدل ولا اذا انت تترك منهج الله الله يكفخك وكفخه محترمه بعد شلون شيخ الله يقول في القران شو يقول ومن أعرض عن ذكري شنو النتيجة؟ فإن له معيشة ضنكا بو ضنك يعني شنو؟ يعني كل ضيق وألم ما مرتاح قلق نفسي توتر أعصاب عدل ناس يأخذون أقراص الآن ما ما عايش حي مرتاح في حياته كله ألم كله كربات كل مزعجة الحياة بالنسبة لي لا نظام اقتصادي متوفق فيه لا نظام اجتماعي متوفق لي، لا امن لا امان مزعج وضع مزعج حقيقة اقولها لك يعني ما مرتاحين البشر حروب طاحنة قتل وقتال ما عايش انت حتى بين حتى في العائلة الكريمة تعيش انت بين اهلك الله يقول ان من ازواجكم واولادكم شنو عدوا لك يطلع لك عدو واحد منهم غربلك تغربل عدو فمشكلة بس إذا صار واحد ويا الله الله ينجي ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول الإمام الصادق يجعل له مخرجا من كروبات الدنيا يخلصك من النار من بطن الحوت من كل هم وغم من تصير ويا الله الواحد يلتزم بالواجبات يترك المحرمات العيشة تصير حلوة حقيقة كثير من المشاكل جاية لأن هذا الريال ما يخاف الله أحله واحد يصير أمين في الشغل ماله ما ينجح قالت بنت شعيب لما لأبوها شعيب قالت يا أبت استأجره عن إن خير من استأجرت شنو القوي الأمين قال لها شو عرفتينا أمين شوف انت شو عرفتينا امي انت ما صلش ساعة ساعتين وياه وهو جاء عند البئر قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى اصدر الرعاء وابونا شيخ كبير عدل ولا فسقى لهما وتولى الى الظل بعدين راحت لبنية اعطت تقرير لابوها والله شفنا واحد ادمي طيب حباب سقى لنا بس ما قال لنا شيء لا اجر ولا هم يحزنون قال انا عندي ربي هو اللي يسوق لي الرزق، واضح؟ فسقى لهما وبعدين وين راح؟ تولى الى الظل. قال ربي، شوف هذه ربي انقذته. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، يعني يا رب ايش ما تعطيني بعد انا محتاج لك، بس قال دل كلمه فجاءته احداهما، يا ليل فرج. هو بروحه غريب الريال، غريب جاي غريب، عدله، ما حد ليه، بس الله ليه. الله في الكون طال عمرك فجاءته احداهما تمشي على استحياء ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. زين شلون تدلي الدرب؟ قالت انا لما كنت وياه شوف الاختلاط المحتشم. صرت انا امامه وهو خلفي حتى ادلي البيت فجاءت ريح وضربت خلف الفتاه فقال لها يا أمة الله نحن من قوم لا ننظر إلى أعجاز النساء الله الله الله, الله شلون حلو قال لها أنا هذا عيني ما تخون نحن مو من من ناس ننظر إلى خلف النساء فكوني أنت خلفي وأنا أمامك شوف هذه عفة هذه تقوى هذا خوف من الله هذا ال... قال عرفت عرفت امين من هاي اللفته دي قال لي انت صير قال لي صير وراي وانا قدامك شو شلون تدلي البيت؟ فاخذت الحصيات من الارض واخذت ترميها امام موسى فعلى ضوء الحجر وين ما يروح وصل البيت قالت انا عرفت امين من الحركه هذه لما صار امين قال هذا خوش ريال خليه يشتغل عندنا أمن على اموالنا واضح له لا الله سوى له ليه مخرج ياي غريب الريال غريب طالع مطارد من فرعون بس يقول ربي انت تنجيني يا ربي اي قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فعلا قال له شعيب قال لي أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج هم زوجه عالج العزوبة عنده وهم اشتغل عنده عالج مشكلة البطالة عدل الله معني. قال لي إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني شقد ثمان حجج فإن, أمت... فإن أتممت عشرا فمن عندك وأتمها عشر سنين هو اشتغل الريال وتزوج ببركة شنو عفة تقوى خوف من الله الله في الكون انت تصير ويا الله شوف الله شو يسوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب انت تبي تقوي القاعدة الاقتصادية تبي الله يوسع عليك في الرزق اتق الله والله يقول شو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني من كربات الدنيا ويوسع عليه في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب حقيقة ترى أقول لي وعندنا في الروايات كن لما لا ترجو أرجى مما ترجو يعني انت حين في الرزق مالك مخطط تخطيط خاص تروح وراء مشروع معين ضمن معادلات معينة تروح وراء بس الله ما يرزق من ذي الجهة يرزق من جهة ثانية أنت أصلا ما مخطط لها كلش فلا تعتمد على تخطيطك دائما أنت خطط وروح ورا الموضوع بس لا تعتمد على اعتماد كلي لا ترى ممكن الله يرزق من جهة أنت ما مفكر لها وكثير ما تكون الأرزاق التي لم تحتسب إليها هي أبرك وأسمن وأفضل بكثير واسأل مجرب ولا تسأل طبيب أنا مجربين هالشغلات فالواحد يتق الله شوف شو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يقول ان للمتقين مفازا نجاة يعني طبعا بعض التفاسير تفسير قرآن بقرآن يقول إن للمتقين مفازا مفازا هي الآية اللي بعدها تكمل مفازا يعني حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوين ولا كذابا جزاء من ربك عطاء يقول المفازة هي هاي الجنة هذا أكبر فوز ادله لا أنت الدنيا يقول في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ليش سميت الدنيا سجن المؤمن لان انت لما تقارن الدنيا بالاخره تشوف الدنيا سجن قوطي قدام الاخره <سؤال> انت تقارن الدنيا بالاخره الد... الاخره جنه عرضها السماوات والارض فيها ما تشتهي الأنفوس وتلذ الاعين وما لا يخطر على قلب بشر عدل لأ, لا فلما تقارن الدنيا بالاخره تشوف الدنيا بالنسبه للاخره مثل السجن صحيح أقولها لك عدل لا, لأ. <سؤال> <سؤال> تمام يا مو تمام الآخرة شباب لا هرم فيه نعيم لا يبلى لذة لا تفنى هو يوضح بعد أقول إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا بعدين قال وكواعب أترابا وهو طبعا أنت قبل الله تروح للحور العين ها الله ما يخليك تروح للحور كذي مني والدار السيدة لا يمهد ليك اول تروح الحديقه تشمها محلو تشوف ثلاثه يجلينا البصر الخضره والماء والوجه الحسن اخلاه للاخير الوجه الحسن انت شويه روح ارتاح بالحديقه ريح اكل مو بس قران ترى يفسر بعضه بعضا شو تقول والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين، شنو قال؟ على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون بعدين قال وحور عين متى خلى هالحور عين اول شيء ريحوا كلوا من هالفواكه ريح كذا بعدين روح للحور واضح حبيبي حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم بارسل وقف خاص ليك ما حد شافه قبل ترى الشوق للجنه مطلوب الواحد إذا اشتاق للجنة يكثر من الصالحات ولهذا أنت تشوف أصحاب الحسين ليلة العاشر من المحرم مستانسين عبد الرح ايه حبيب ابن مظاهر الأسدي عمره تسعين سنة يآي ليلة العاشر يضحك الحجي فيك تضحك انت فقيه على القدر آيات الله انت مو يخاطب الحسين الى 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 الفقيه حبيب بن مضاعف مو واحد عادي يا يضحك ليله عاشوراء ايش فيك تضحك الحسين اقول ليش فيك تضحك هذه مو ساعه باطل بكره وراء قتل وقتال تطيح الايدي والرؤوس اقول له لا انا مستبشر هي هاي الساعه اللي المفروض نفرح فيها ما هي إلا ساعة نعالج هؤلاء بأسيافنا ونعانق الحور العين صحيح مستانسين ليش حتى بورير بورير قام يهازل عبد الرحمن الأنصاري يقول له يا بورير هذه مو ساعة باطل قال إن قومي يعلمون بأني لا أحب الباطل لا كهلا ولا شابا ولكننا مستبشرون لما نحن قادمون عليه ما هي إلا ساعة نعالج هؤلاء بأسيافنا ونعانق الحور حيث الجنة كلهم تشالبين في الحور واضح له لا. مو أنا أقول يعني هذه الرواية دي. طبعا احنا ورا صلاة الصبح ده المؤمنين اللي يعاقبون ولا صلاة الصبح ولا صلاة الصبح مستحب تقول الله صل على محمد وعلى محمد مئة مرة الله زين أستغفر الله ربي وأتوب إليه مئة مرة أسأل الله الجنة مئة مرة وأسأل الله الحور العين مئة مرة ليش ليش أنت تسأل الجنة كافي ليش بعد تأكد على الحور العين الله ذاكرنهم حور عين شيء ثاني فكانوا مستأنسين حقيقة بالحور والجليش للحسين بعد ترى الحسين سوى لهم حركة لما شاف منهم الإخلاص والوفاة تقول الرواية كشف لهم عن غامض الغيب والقضاء فرأوا أماكنهم في الجنة ورأوا زوجاتهم من الحور العين تكهربوا عاد ولهذا الإمام الصادق يعبر عنهم يقول إن أصحاب الحسين لم يجدوا ألم مس الحديد يا الله لم يجدوا ألم مس الحديد شوقا للثواب ورحم الله السيد رضا الهندي يقول وجدوا الردى من دون آل محمد عذبا وبعدهم الحياه عذابا فهووا على عفر التراب وانما ضموا هناك الخردل أترابا هو وما بين من قطع وريد وقع راسه وبين الطارتيد وبين مشبح برمية شديدة وبين الصار للنشاب مكور قضوا حق عليهم دول خيام ولا خلوا خوات حسين تنظام لما طاح وتفايض منهم الهام اتهاوا مثل ما النجم منخر هذا الرموح بفادة ثنه <applause> إي وهذا هبيه للنشاب رن أولي وهذا الخيل صدر أرض الله أكبر وهذا وذاك بالهند موذر ركاب غاجة وتعن حسين ليه إيه لقاه بس جثث ومسأل به الله هو أكبر صب الدمع واتحسر عليه وقال احتسيب عند الله واصبر صح يا زهير ويا مسلم يا هلال ويا حبيب الله اكبر صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب ما تقوم الهل يا ما من النحيب ايه ظلت جثثهم وجوت وتطرب من اخوتين صاحت سامحنا يا ابو سكنة ترى مصرعين شوفنا هذا جفوفه مقطعه وهذا طعين صاح معذورين يلي على التراب مجزرين لما رأى الصبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دنيا الارواح قد بذلوا بالامس كانوا معي قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا يا الله الهي بحق محمد وال محمد صلى على محمد وال محمد وفرج عنا يا الله سهل مطالبنا يسر أمورنا شافي مرضانا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وإلى أرواح موت المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات